محمود حلبي عبر عدسة زميلي محمود حلبي على منصة هنا لبنان. عم نشوف فريق الرياضة بيروت عم يتقدم بالسلسلة، عم يحتفل مع جمهوره الكبير اليوم يلي ملا مدرجات طب صاعد صاعد اسلام بن مارا بجمهور فريق الرياضي والداعم الى فريقه يلي اليوم فريق الرياضي بيروت عم يحقق التقدم 1-0 ضمن السلسلة النصفائية على حساب فريق الهومنتمن. ويفوت مباراة ثانية، شوف فريق الرياضي عم يحتفل على ارض الملعب حاليا. على زميله محمود حلبي الى اللوكرز عم نكون عم ناخذ عدد من المقابلات. كان عم بيحكي انا وطوم ميكر هذيك المره بالمباراه تحديدا عن قديش هو محمس يلعب قدام فريق الرياضي. طن before entering the lockers, last time you told me you were very excited to play here in Manara. Yep. So can you tell me a bit about your feeling? Oh man, it's nice, it's nice. I mean, we set goals as a team, but we reached our goals on the defensive end tonight. So that's the biggest disappointment, but we got to focus on the next game. So what you gonna say for the Real fans? I love it, I love it. Let's keep it going. We're not celebrating yet. We'll wait. I'll see you man. I'll see you. I appreciate it. إذا رح جرب أكيد ياخذ بعد جولة على صعيد المقابلات. أنا بعد موجود حاليا أمام غرفة تبديل الملابس فريق الرياضي بيروت بقاعة صائب سليم بن مرارة، جمهور كبير. ولينا مع زميلي محمود حلب رح أحكي شوي على صعيد الأرقام عن هالمعطيات. ياخذ سريعا أمير سعود برينس، أول شيء مبروك اليوم. سريعة كثير هيدي. سريعة كثير. 1-0 اليوم بالسلسلة، فريق الرياضة مسيطر باللقاء تحديدا مش الحال. لا والله أنا ما بعرف. سؤال وليد. خليني لك أول شيء، اليوم فريق الرياضة اليوم فريق الرياضة هنا لبنان؟ هنا لبنان، فريق الرياضة بيروت اليوم قدر يسيطر خلينا نقول على اللقاء بمجريات وعلى صعيد الكرات العاصمة على صعيد الريباوند. You were there everywhere. 3 points paint بكل شيء اليوم بالمباراة، فريق الرياضة فرض إيقاعه خلينا نقول بالبطولة كلها بشكل عام. يوم قديش قادرين تستفيدوا من هذه المباراة وحتكون مباراة منتظمة؟ نتعلم منها، عملنا كثير بس أنا لايف ثواني تعال هيك من هون. بدنا نتعلم منها كثير، حطوا كثير نقط يمكن بالأخير بس بدنا نكون هيك دفاعنا صلب أكثر. الشباب عم يفوتوا معنا بالأجواء وإن شاء الله الخير لقدام بطولة إلنا. شكرا لك. رح آخذ سريعا المدرب أحمد فران. الله طيفوت كوتش احمد فران. كل الشباب هون بكل الاحوال عملوا كنترول وانتظار اكيد نقدر ناخذ كوكبه من لاعبي فريق الرياضي او جمهور فريق الرياضي. ناخذ سريعا السمعه. صبيه صغيره على بالها تتصور مع السمعه. صوروها صوروها. سمع اول شيء قررنا حكينا مع نمر تحرقنا انا عم بحكي مع حدا ثاني. انا عم بحكي معك. لا احكي اول شيء بدي اقول حتطول كثير في الاسئله. امي مطراني وبنتي والله عايزين ضيعه ضيعه حاسبوا له ضيعه. يلا يلا بلش الوقت بلش الوقت يلا بلش يلا. سمع اول شيء مبروك اليوم المباراه. كنت عم بحكي على صعيد الريباس فريق الرياضي مسيطر، على صعيد تبريرات الحاسمه مسيطرين، على صعيد الستينز والبلوك شوت اوريدي موجودين عم بتكونوا بنش بوينتس فريق الرياضي. نقطه محوريه بهذا اللقاء اليوم قديش فريق الرياضي قادر بعد يفرج من بعد المباراه انه قادر يروح الى السيريز. صرعت لك سؤال الدقيقة. خلصت الدقيقة خلصت الدقيقة نمر صح. اول شيء انه اوكي عملنا كل هيدول بس ديفنسيفلي كان لازم نكون احسن من هيك. 88 بوينتس على ملعبنا مش كثير مؤشر منيح، يعني بدنا نبذل مجهود اكثر بالخاصه بالجيم 2 على ملعب ملعب هومنتمن، لانه احنا اوفنسيفلي كنا منيح بس السله بتساعد هنيك مش كثير حتساعد، فلازم نبقى مجهود اكثر على الديفنس. ربح الحمد لله ربح، وهي خطوة على طول نحو إن شاء الله إنه نفضل مكملين بنفس الهمة ونوصل للتارجت تبعنا اللي هو إن شاء الله بطولة لبنان. ومن ناحية تانية وصل خلص الجيم، بدنا نفوكس هلا على جيم إيران، نرجع بعديها على جيم توز الله رب. ميكل كيكانوفيتش على أرض الملعب توين تاورز، قديش قدرين تسكروا السلة؟ بص هي الفكرة إنه بعد يعني أكيد عندك تول سايز تبعولك بيبقى كتير عنصر أساسي،
بس بعد الكيمستري محتاجه وقت اكتر نفهم تحركات بعض بالاخص على الديفنس امتين التايم اللي هيساعد ميكر امتي. فمع الوقت المفروض عم نتحسن شوي شوي. خلص الدقيقه حكينا لك سبعه. انا رح اجرب كمان كمل بجوله الايفاليات ناطر اكيد لاعبي فريق الرياضي بيروت لكن طلعوا من غرفه تبديل الملابس. سيمنز فيرست اوف اول دو يو وانت تو ميك يو وانت تو تاك تو توك وان سكند جايز بس وان سكند They fought, عطوا لعندهم إياه بس الحمد لله we came up with the win وأهم شيء بالسيريز تطلع بربح كيف ما كانت تكون الحمد لله قدرنا نعمل هيدا الشيء. صح حطيتوا اليوم الجيم وراكم تركيزكم على المباراة الثانية؟ يس بإذن الله هلا عندنا جيم وصل الأربعة كل فوكس على الأربعة نروح هلا راد نحسمها بإيران نرجع نجي لهون مع الكاس ونرجع ناخذها جيم باي جيم. منشاري بيقول ما بعد فوزكم عليهم على الجورجال الإيراني بيقول ما بيتخيل إنه فريق الرياضي أحسن منه. كل واحد بيقول عنده إياه بالنهاية الحكي الحكي برات الملعب هين هو على الملعب الحكي بيكون سو نحن جاهزين ورايحين بفول فوكس وننهي بإيران خفي فد ما فينا جيمز على حالنا لأن بين فاينل فور ووصل متعبة بس it's nothing new to us عملناها السنة الماضية ونرجع نعيدها السنة بإذن الله. شكرا لجمهور فريق الرياضي بيروت شابو لقلون يعني ألف كريدت فرجوا صورة بتعقد اليوم بالجيم وهيدا بدنا إياه كل جيم منهم هيدا الجيم لقلون مثل حياة لجيم وحمد الله خليناهم يفلوا مبسوطين. كيزي thank you so much. أنا رح جرب أخذ وائل عرقجي شوف وائل عم بتصور وائل نجرب اخذ وائل عرقجي نجم فريق الرياضي بيروت افضل لاعب باسيا ترين وائل نقدر ناخذه. وائل اول شيء مبروك اليوم الفوز على حساب فريق اوماتمن كده بك هلا انا وكيزي اليوم فريق الرياضي هجوميا ادى اداء ممتاز عملتوا اليوم 47 ريباوند بالمباراة 23 سديرة حاسمة للفريق الرياضي هذا شيء كافي بالنسبة لكم؟ اوفنسيفلي اللعبة مش بس اوفنسيفلي ديفنسيفلي ما كنا كتير منيح لازم نظبط نظبط طريقتنا دفاعية لأنه بمزهر إذا بنلعب هيك دفاع معقول نخسر الجيم سو حيكون لأنه الاتموسفير بعد أصعب من هيك شيء ضروري بده يصير بالملاعب اللبنانية بتركب إيسيات كل ملاعب ومش مقبول بقى نلعب هيك أرضيات إن كان بالرياضة أو برات الرياضة حيصير شوب كتير اللعيبة معقولتي بتنقزم هيك أرضية اليوم كتير شفنا اللعيبة عم تصحط سو بطلوا من الاتحاد يصروا على كل الفرق يجيبوا إيسيات يركبوا يحطوا موترات يركبوا إيسيات لأنه ما إنه طبيعي نقدر نلعب هيك أرضيات لنتفادى الإصابات لكل اللعيبة. قدرت نعملوا اليوم كات على ترانزيشن أوفيس تبع فريق أوماتمن وقفنا كل يعني وقفنا كل أسلحة جيرار وقفنا الكل سو إن شاء الله نكست جيم نعمل نفس الشيء. شكرا لجمهور فريقك. ثانك يو لاف يو جايز. اخذ جرح انطر بعد جرب اخذ لاعبي فريق الرياضي رح اخذ مدير فريق الرياضي بيروت احمد يموت ابو قيد وليد اول شيء امبارح التقيت بخيك بعده خلاص بعده خي راسك احمد اول شيء وليد الف مبروك لك اليوم اليوم فريق الرياضي بيروت مره جديده عم يفرجي صورته صوره فريق عينه على لقب بطوله لبنان عينه عده القاب مش بس بطوله لبنان اليوم صورتكم امام جمهوركم جمهوركم ملعب اليوم ملا قاعه جمهور قاعه صقصاق اسلام بالمناره اليوم قديش عندكم انتم او قديش جاهزين للمباراه الثانيه بملعب هومتمن؟ نحن هلا على طول جاهزين لاي مباراه. اليوم ادائنا الدفاعي كان شوي مش رياضي مش شخصيه رياضي على الدفاع اوفنسيفلي ما عندنا مشكل حي الله حدا في يسجل. هلا ما عم نطلع على مزهر عم نطلع على قبل مزهر عندنا ايران نهار الاربعاء ان شاء الله وبدنا نروح نحسم بغورغان بايران ان شاء الله هذا اهم شيء بنخلص جيم ايران نرجع نفكر بمزهر ان شاء الله. عندكم الاربعاء ايران عندكم الاحد مزهر قديش تاف سكادجول حيكون عليكم؟ اتس فيري تاف سكادجول عم نجرب نوزع اللود على كل اللعيبه اذا شفتوا كل لعيبه تقريبا لاعبين 23 مينتس اذا بين بعض سو قد ما فينا عم نستعمل كل اللعيبه يعني ذاتس ات. قادرين تحسموها نهار الاربعاء بطهران؟ ان شاء الله هذا الهدف ترجع بالكيس على لازم ان شاء الله هذا تواضر جمهور فريق الرياضي ان شاء الله باذن الله. وليد ثانك يو سو ماتش لك الف مبروك لك امان. بنجرب اخذ مدرب فريق الرياضي بيروت احمد فران لاحكي شوي كمان
اكيد نحترم احنا حرمه تبديل الملابس للاعبين, ما فينا نفوت على جوا على اللوكرز بننطر برا, بس اللي في لكم اياه انه جوناثان سيمز اللاعب يلي قدر فعلا يعمل نقله نوعيه لفريق رياضي على بيروت على ارض ملعب, لاعب بدافع, لاعب مقاتل على ارض ملعب, لاعب شرس هجوميا ودفاعيا. بيقعدوا شباب اذا بتريدوا في بالعمليه لورا زيحوا شوي جرب شوف لاعبي فريق الرياضي ناخذ سريعا مدرب فريق الرياضي بيروت احمد كوتش اول شيء مبروك بس بدي على قد ما قلت لك اول شيء مبروك اليوم عندنا الاسبوع تاف سكادجول فيري تاف صح الاربع عندكم طهران عندكم دورغان والاحد عندكم هوميتل بمعنى المباراه قد ايه جاهز فريق الرياضي يروح يحسم جاهزين باذن الله جاهزين تركيزنا صار عندنا خبره نتعامل بين وصل ولبنان بإذن الله لا يبعد لي إصابات وكل شيء منيح يعني رايحين على إيران لنجرب ننهي كرمال من نلعب مباريات زيادة ومن بعدها إن شاء الله إذا قدرنا نخلص تركيز كله على السري هيدي كمان سؤال أخير سيمنز قديش قدر يغير بفريق الرياضة دفاعيا لأنه هاللاعب دفاعيا ما كنا منيح اليوم ما كنا منيح أبدا لازم نكون أفضل الماتش الجاي بس سيمنز لاعب كبير شوي عم فوت بالجو هجوميا ودفاعيا عم ياخد رول وهذا من القليل انت تلاقي اجانب بتقدر تدافع وتهاجم بنفس الطريقه كوتش كان سو ماتش عليك بعدين كنا مع المدرب احمد فران كنا مع المدرب احمد فران حاليا شوف بعد ميت متواجد بعد من لاعبي فريق الرياضي بيروت قبل المباراة عملنا بعد المباراة كنا عملنا سريعة المقابلة مع تون ميكر بس كان شوي بركي الصوت فيها قطر سوء رح أرجع عيد المقابلة مع تون ميكر هيك من بعدها بنهي جولاتي مع لاعبي فريق الرياضي بيروت إذا معظم اللاعبي على الفريق غادروا بعد نشوف مين متواجد جرب بس اخذ طن ميكر بعده بينهي جولة المقابلات انا معكم بعدنا عبر عدسة زميلي محمود حلبي انا معكم بقاعة صائب اسلام بالمنارة الملعب المعتمد لفريق رياضي بيروت بانتظار بس يكون خلص طن جوا الصغيرة سيبه بياخده سريعا انترفيو ملحق لناخد جوناثان سيمز اليوم
بعدين شكله طول ميكر بهدم طول جوا. أنا حقلها جولة المقابلات من قاعة صائب سليم بالمنارة. زميلي محمود حلبي بشكر على كل شيء عم تكون عم تعملوا معنا. أكيد خلوا عينكم على غنور لبنان بكرة بيروت حكمي السلسلة الثانية النص نهائية من بطولة لبنان لكرة السلة. نهلا وقت تصبحوا على الخير وإلى اللقاء.